الحجامة النبوية موصي عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أثبتت نجاعتها وفعاليتها، خاطر الحجامة تعطي راحة للبدن، تخلص البدن من السموم ومن الدم الفاسد حاشاك. أما نحافظوا على الحجامة النبوية بطريقة علمية مدروسة باش ما تعطيش أثار سلبية، اللي الحاجة تولي كوميرسياليزي برشا وتولي تاجر بها نامبورت كي تاجر بالحجامة النبوية تولي تعطي أثار سلبية. عسلامة. عسلامة. اليوم التونسي اتجه للطب البديل من تداوي بالتداوي بالطب النبوي والأعشاب والوخز بالإبر. هاي شنو رأيك انت؟ باهي الطب البديل كي نعرفش، يمكن خاطر نقص الدويات، خاطر الدويات ولت الكلها بتركيبات كيميائية تضر. الطب البديل كان متداول تاريخيا، معناتها الإنسان الأعشاب الطبيعية أثبتت فايدتها، كذلك معناتها التقنيات الجديدة كما الوخز بالإبر كما الحجامة النبوية اللي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حلول اليوم بديلة باش تنظف البدن معناتها من الليتوكسيك، من الآثار متاع المواد الكيميائية متاع الأحراب باش متاع السيرو والكل وسيتو. معناتها وقت الأمة المشكل يلزمنا نعرفوا نستعملوا ولا نتوجهوا للطب البديل بلا افراط ولا تفريط، معناتها كي نمشيوا للدي سونت المعروفين الناس عندها شهايد، خاصه كي نحكيوا على الوخز بالابر على الحجامه النبويه تكون دي سونت معناتها ليغال مرخصه من الدوله، الادوات نتاعها والماتريال اللي تستعملوا يكون معقم ونظيف باش هكاك واحد يمشي يداوي يخرج لاباس، معناتها مش يمشي يداوي زيد يمرض وتركبو جرثومة وتصير له دي كومبلي معناتها تتعقد الحالة الصحية متاعه وتتعكر. كيف ما قلت لك معناتها الحق لتيزان الأعشاب الطبيعية، المواد الطبيعية اللي خالية من كل إضافات كيميائية. ما قلت لك معناتها نحاولوا ما نستعملوا معناتها ونلتجئوا للطب البديل، ما ننكروش الفوائد نتاعها، اما زيد نردوا بالنا معناتها ونعرفوا وين نمشي ونعرفوا شنو نختاروا وكها ان شاء الله لاباس. معناتها ما تراش هذا ياثر على الطب المعمول به في العالم؟ الطب تحكي كعلم معناتها الطب بوم ما فماش علاش باش يتاثر الطب. ديجا اليوم فما اطباء فما مختصين ينصحوا باللي كومبليمون اليمونتير بيو، ينصحوا معناتها بالتداوي بمواد معناتها مواد طبيعيه تعاون كيما قلت لك تنظف بدن من اللي توكسيك، تعطي انرجي للبدن، تقاوم معناتها المشاكل الصحيه اللي بدا يتأثر بها الجسد البشري وبدن الإنسان اليوم كما السرطان عافانا وعافاكم الله ما تنتشر بطريقة رهيبة وكبيرة برشا، نتصور نتيجة التحويرات اللي تصير في يعني الأكلات السريعة الأكلات المعلبة وهذا الكل. وكما قلت لك أنا ديما نشوف اللي التوسكي الشيميك يأثر برشا على صحة البدن، ما نشوفش فما تعارض مع الطب يعني علميا والطب البديل، وقت اللي كما قلت لك يكون معناتها مداوات تحت اشراف الدوله وزاره الصحه لازم تاخذ بعين الاعتبار الحاجات هذيا، تعمل دراسات تعمل بوركوا با دورات تحسيسيه مع الاطراف المتداخله اليوم وزاره الصحه ما نعرفش انا وزارة البيئة الفلاحة وزارة الحاجة كيف هكا توعي المواطن وتوعي معناتها الناس المختصة والكل، يعني ان انت تمشي لسونتر ولا تمشي باش تاخذ طب ولا دواء ولا كومبليمون اليمونتير بيو يلزمك تكون متأكد من النتيجة نتاعو. العالم بأسره الحجامة النبوية ولا يتعاملوا بها، شو رأيك في هذه حاجة تخدم هذه بين المسلمين خاصة العرب؟ بيان سير الحجامه النبويه كيف ما قلت لك من الاول موصي عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اثبتت نجاعتها وفعاليتها، خاطر الحجامه تعطي راحه للبدن، تخلص البدن من السموم ومن الدم الفاسد حاشاك. يعني اليوم ندعموها الحجامه النبويه كيما قلت لك، اما نحافظوا على الحجامه النبويه بطريقه علميه مدروسه باش ما تعطيش اثار سلبيه وتسقط معناتها في
يعني تطيح، خاطر وقت اللي الحاجه تولي كوميرسياليزي برشا وتولي تاجر بها نامبورت كي تاجر بالحجامه النبويه تولي تعطي اثار سلبيه. وافق التداوي بالاعشاب؟ بطبيعه انا نوافق ونميل اكثر للتداوي بالاعشاب الحق معناتها. لكن الان مانيش نشوف في اسم معروف في تونس كبير اللي هو معروف يداوي بالاعشاب. وحتى العباد ولا تمشي حتى العراف يقول لك جيب لك الحاجه جيب لك الحاجه نداويك بها. بون لهنا المداوات بالاعشاب حاجه والعرافين وما تابعوا حاجه اخرى. بتاتر هما العراف يطلب اعشاب طبيعيه ويطلب حاجه اخرى هيك معناتها اموره هو امور الناس اللي تمشي له. بالنسبه لي انا شخصيا معناتها الاعشاب الطبيعيه نعرف الفوائد مانيش مهتمه مانيش ملمه برشا بها، اما في عائلتي وفي المحيط اللي تربيت به نداويو برشا بالاعشاب الطبيعيه. نعرف معناتها ملي نحنا صغار فما برشا حاجات يعطوها للصغير باش طيح السخانه باش تقوي المناعه باش تنحي البلغم. تفكر زاد في بريود الكوفيد حكاو برشا على البصل والثوم كأنتيبيوتيك، حكاو على الملوخيه على النعناع على الترونجيه على الزعتر وكليل الجبل على الحلبه ورق الزيتون. هذه حاجات وجربت انا جربت وصفه ورق الزيتون تغليه في الماء ومع شويه حلبه وتعملوا كتيزان يطيح السكر ويعدل يعني حتى بالمداومه عليه نسبه الكوليسترول في الدم معناتها تطيح وتتعدل. هذوما حاجات انت كي تعملهم ما تخسر حتى شيء وما يضروكش. يعني الاعشاب الطبيعيه اذا كان ما نفعتكش ما تضركش، هذه الحاجه الباهيه فيها وكها. يعطيك الصحه يا سيدي، عايشك هاكي مولمه.